بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل تصميم الـ Strip Footing with Beam. إحنا في الأجزاء السابقة، الأربع أجزاء السابقة، عرفنا إزاي نصمم السلاب اللي تحت البيم أو اللي هي البلاطة اللي موجودة تحت الكاميرا ديت. ومفروض في الجزء ده واللي بعديه هنبتدي ناخد إزاي نصمم الكاميرا نفسها. عايزين بقى نصمم الكاميرا. نصمم الكاميرا ازاي؟ الكاميرا بالظبط هنصممها كما لو كانت كاميرا خدتها في الرينفورسد كونكريت 1 او الرينفورسد كونكريت 2. هبتدي احط مين؟ الاحمال بتاعتي الالتيميت على الكاميرا بي 1 وبي 2، وابتدي اجيب الكيو يو ان عباره عن 1.5 في البي توتال على ال مين؟ ار سي، يطلع لي طن برميتر رام. اعمل ايه؟ ابتدي اجيب السترينج اكشن. سترينج اكشن يعني ايه؟ ابتدي ارسم مين؟ الشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام، مع ملاحظه ان الشير بترسم على مين؟ على وش العمود. هو ده اللي يهمني عندي. طبعا خلاص تعلمنا رسم الشير، وكمان لو عايز ترسم البندنج مومنت، ادي البندنج مومنت بتاعي اهوت بالشكل دوت، بس برضك يهمني منهي انهي قيمه، القيمه اللي عند مين؟ عند وش العمود هنا ووش العمود هنا. برضك نفس الكلام، انا عايز اجيب الام ماكسيمم. ام ماكسيمم ده بيبقى عند مين؟ عند الزيرو شير. طب عند الزيرو شير اجيبها ازاي؟ اقول له اجيب الزد عباره عن بي التيميت 1 على كيو يو ان، يعني ابتدي بي التيميت 1 ولا بي التيميت 2؟ لا بي التيميت 2 عشان تاخدها من الناحيه دي. يبقى الام ماكسيمم عباره عن مين؟ كيو يو ان في الزد سكوير على 2 ناقص بي التيميت مين؟ 2 وليس مين؟ 1 في الزد ناقص مين؟ اتش. يبقى انا جبت مين؟ المومنت الماكسيمم بتاعي. بجيب المومنت ده ليه؟ عشان ابتدي اجيب الدبس بتاعي. الدبس بيساوي ايه؟ سي 1 جذر ام ماكسيمم على بي في الاف مين؟ سي يو. والبي بي احنا خدناها اللي هي كام؟ اكبر من اكبر عرض لمين؟ للعمود. وبعدين التي بتساوي مين؟ الدي زائد كام؟ 7 سم. جبت الدي، ابتدي اجيب بقى الحديد. اجيب اري اس 1 واري اس 2 واري اس مين؟ 3، زي حتى ما اتعلمنا في الكومبايند فوتنج. عندي الحديد بيساوي الام على الجي في الدي في الاف مين؟ اي. بس هنا في نقطه مهمه عايزين نتكلم فيها شويه، اللي هي مين؟ اللي هي في ناس بتغلط فيها، في بعض المهندسين لحد دلوقتي بيغلطوا فيها. اما تجيب انت شغال في كاميرا مش شغال في اساسات، فيعتبر الاري اس مينيمم بتاعتي بجيبها ازاي؟ مش 0.015 في مين في المية في الدي، لا ده هي عباره عن 11 على اف ييلد في البي في الدي، او 1.3 في الاري اس الريكوايرد اللي انت صممتها، اخد منهم الاقل من القيمتين دول. وبعدين احسب 0.0015 في البي في الدي، طبعا ده لو كان الحديد بتاعي 3600، لكن هو 0.0025 في البي في الجي. ده الكلام ده لو كان الحديد ماله، لو كان الحديد طري. وابتدي احسب دي واحسب دي واخد فيهم مين؟ الاكبر. هو ده الاري اس مينيمم بتاع الكاميرا، وهو ده اللي انا ابتدي اقارنه بمين؟ بالشغل بتاعي اللي احنا قلناه، اللي هي الاري اس اللي انت واحد، وارجع اجيبها الاري اس 2 واجيب الاري اس 3 عشان اطلع الحديد بتاع الكاميرا الرئيسي. طيب بالنسبه للشير، هل الخرسانه فقط هي اللي هتشيل الشير؟ لا، لازم نعمل تشيك. طبعا هتجيب الكيو يو عباره عن اقصى شير عندي، او زي ما اتعلمنا المره اللي فاتت ان احنا ناخده على بعد مسافه قد ايه؟ مسافه دي، يعني ممكن اقول الكيو يو هي ديت، القيمه اللي هي ديت او القيمه ديت، او الكيو ماكسيمم ناقص الكيو يو ان في المسافه مين؟ الدي بتاعتي. وابتدي اقول له اه والله ديت كيو يو بتساوي كيو على البي في الدي، كيو ماكسيمم 2.2 جذر اف سي يو على جاما سي. طيب كيو ماكسيمم دي بجيبها ليه؟ عشان اطمن ان القطاع بتاعي سيف، يعني لازم الكيو يو ماكسيمم تكون اكبر من الكيو يمين يو. افرض لقيت الكيو يو ماكسيمم اقل من الكيو يو، لا خلاص في الحاله ديت زود القاع، زود الاسف الدبس بتاع مين؟ البيم بتاعي. لكن لو لقيتها دي اكبر خلاص سيف. ده الخرسانه اللي بتقدر تشيله، اللي هو احنا عارفينه 0.75 جذر اف سي يو على جاما سي، ده الكيو سي يو. والله لقيت ان الكيو يو بتاعتك اقل من الخرسانه، خلاص حط المينيمم كانت اللي هي 5 فاي كام؟ 8 في المتر. لكن لو ما كانتش يبقى لازم تجيب اللي الحديد هيشيله، اللي هو عباره عن كيو يو ناقص نص مين؟ كيو سي يو. يبقى ده قيمه الشير اللي الحديد هي ايه؟ هيشيله. طب اجيبه منين دوت او اصمم الكنات ازاي؟ معروف ان الاس بتساوي اف يد على جاما اس في الاريا ستيربس على كيو اس يو في البي اس. خلي بالك ان الاريا ستيربس ديت عباره عن مساحه فروع الكانه، مش مساحه فرع واحد، وغالبا بتبقى الكانه بتاعتي اربع فروع، فابتدي اجيب فرع واضربه في اربعه، ومن هنا اقدر اطلع قيمه مين؟ الاس. لو الاس بتاعتي لقيتها اكبر من 20 خلاص خد الاس بايه؟ ب 20. وفي الحاله دي هناخد كام؟ هناخد 5 فاي القطر اللي انت اخترته 8 او 10 في المتر. لكن لو لقيتها اقل من 10 اقول له لا
في مشكله عندك ان انت الكنات مكثفه قوي، فممكن يحصل تعشيش، فتعمل ايه؟ زود الفاي، يعني زود هنا مين؟ الفاي بتاعتك. اما لو لقيتها من 10 ل 20، لا خلاص كده يبقى ايه؟ يعني مثلا طلعت مثلا 16، اقول له خلاص يبقى عدد الكنات 100 على 16 سم او 16 مثلا ونص سم، واطلع عدد الكنات في الايه؟ في المتر بتاعتي، وتقرر الاقرب عدد صحيح بالايه؟ بالزياده. كده انت صممت القاعده بتاعتك وجبت لها الحديد بتاعها، وصممت الكاميرا بتاعتك وجبت لها الحديد والكنات بتاعها، يتبقى ليها الايه؟ اكيد هيتبقى في الاخر ازاي ترسم الديتيل بتاعها، وده اللي هنشوفه في الجزء الاخير من هذا الشابتر. شكرا.